وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد عبد النبي سلمان نائب الأول لرئيس مجلس النواب. أهلا بك سيدي الكريم في نشرة الثالثة، نبارك لكم الحصول على هذه الجائزة. لو نتحدث بداية عن الأهمية التي تمثلها جائزة التميز البرلماني العربي. مرحبا، مساء الخير، شكرا لكم، شكرا للاتصال. طبعا يعني جائزة تميز البرلمان العربي طبعا هي جائزة يعني على مستوى الوطن العربي معترف فيها، وهي أيضا تأتي يعني كنوع من التتويج لعمل برلماني لنواب من مختلف دول العربية. وأعتقد أن هذا جاء بناء على ترشيح كريم من قبل يعني مجلسنا، مجلس النواب في البحرين والشعب البرلماني في البحرين، لشخصية المتواضع. وأعتقد أن هذه يعني فرصة أن احنا يعني أولا نشكر المساندين في هذه الفرصة، وفي نفس الوقت أيضا هي جهد مشترك لا يمثل فقط النائب، وإنما يمثل مجلس النواب والسلطة التشريعية بكاملها في البحرين. كما جاء في تقريركم الكريم أن يعني هذا يعني يؤسس أو يؤكد على حضور البرلمان البحريني ومجلس النواب والسلطة التشريعية في البحرين على المستوى العربي، والتقدير الذي تحظى فيه السلطة التشريعية بالنسبة للوطن العربي والبرلمانات العربية والدولية. نعم سيد عبد النبي، لو نتحدث أيضا بشكل عام عن الدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين ودورها في تعزيز علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة. طبعا عامل مهم جدا أن نسلط الضوء على الدبلوماسية البحرينية البرلمانية البحرينية، لأن أعتقد خلال الأعوام القليلة الماضية لعبت الدبلوماسية البرلمانية البحرينية دور مهم يكاد يكون موازيا للدور الدبلوماسي الذي يعني تطلع بوزارة الخارجية في البحرين. وهناك تنسيق مشترك بين البرلمان في البحرين والسلطة التشريعية بشكل عام والمؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الخارجية يعني تحديدا فيما يتعلق بالعمل الدبلوماسي، على اعتبار أن العمل الدبلوماسي ضرورة وركن أساسي في العلاقات الدولية. وأعتقد أن البحرين قطعت شوط كبير في تعزيز يعني التواصل والخبرات المشتركة بين ليس فقط الدول العربية وإنما الدول العربية والعالم أيضا بأسره. وتعمل البرلمانية الدبلوماسية البرلمانية في البحرين دور أساسي ومهم في الحضور في المؤتمرات الدولية الهامة صغيرة منها والكبيرة، لأن هذه المؤتمرات تؤسس لتعزيز العلاقات والتفاهم الدولي على مستوى العالم. وأعتقد أن الدبلوماسيين المؤثرون البرلمان أو الدولة بشكل عام يعون كثيرا دورهم في تعزيز أواصر التواصل مع الدول الشقيقة والعربية والصديقة. وأعتقد هذا الاحترام الذي تحظى به مملكة البحرين يأتي أساسا من تعزيز هذا الدور على المستوى الدبلوماسي البرلماني. نعم سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.